ضيوف حلقة استوديو بيروت تباعا للموضوعين الأولين، نائب عن كتلة الوفاء للمقاومة السيد نواف الموسوي اللي معي باستوديو الليلة. مساء الخير. بينضم إلينا بعدين طالبين من الجامعة اليسوعية اللي راحوا بسياحة جهادية مع حزب الله، سامر السويد ونادر فخر. وفي الموضوع الثالث دكتور إدمو غريب، أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في واشنطن. مساء الخير سعادة النائب. أنا رح أبدأ إذا بتسمح. أولاً نحن في أسبوع ذكرى تحرير جنوب لبنان، ولكن في شيء يعني غريب أنه في على الأقل 7 مفدين خلال شهر أتوا إلى لبنان. طبعاً أنتوا لكم حزب الله مواقف مختلفة بهذا الموضوع، بس أنا بحب أبدأ بوزير خارجية فرنسا كوشنير، ماذا قال؟ عرضنا موضوع الصواريخ، لكن بالنسبة إلى موضوع الجنوب أكد الرئيس السوري ألا مبرر للقلق، لأن لا صواريخ سكود على الأرض اللبنانية. التسلح موجود والأسلحة موجودة. لا أتحدث فقط عن الأسلحة الموجودة لدى حزب الله، لكن أيضا الأسلحة الموجودة لدى إسرائيل. سيد نواف الموسوي، ليش برأيك أولا رئيس بري ما استقبل كوشنير؟ هل هو موقف سياسي؟ ما عندي فكرة. ما عندك فكرة. هو راح على الشام وقال إنه ما في صواريخ سكود، بس كمان قال إنه في قصة حدود. طيب هاي الصواريخ هي اللي جابت كل هالناس، خبريت الصواريخ هي جابت كل هالناس على لبنان؟ أنا بعتقد السبب الوحيد للاهتمام الغربي بلبنان في كل وقت كان وجود المقاومة في لبنان. لا اهتمام غربيا بلبنان إلا تاريخ تقليديا بوصفه منصة للدخول إلى هذه المنطقة من زمن مسألة الأقليات، المسألة الشرقية. لكن بما أنه صار كل الشرق مفتوح أمامهم بالخمسينيات بالستينيات بالسبعينيات، كان قاعد الاستخبارات للغربيين. هلأ في عندهم قواعد مختلفة. لبنان يعني يهم الغربيين، الحكومات الغربية لما بقول هيك، من زاوية وجود حزب الله فيه. لولا وجود حزب الله في لبنان لا يهتم أي غربي بلبنان. رح نشوف بأي معنى يعني هن مهتمين بالمقاومة، لأنه يعني بتقول هيك كأنه لازم نتشكركم أنه إجوا لعنا يعني المفادين الأجانب. لنشوف ماذا قال وزير خارجية سوريا. هو أكيد لازم تتشكرون على هالشغلة ولا على أشياء تانية؟ كله على هالشغلة. طيب خلينا نسمع وليد المعلم. طالما هناك احتلال وطالما هناك حالة حرب، سوريا لن تكون بوليسا لإسرائيل.